الرجل يقولون لنا ايش يعني ابعد من زميل حياه تراب، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. بعضهم يقول له صحيح، قلت له اقسم بالله مو صحيح. قال على ماذا تقسم؟ على ماذا تقسم؟ الرجل ليس له اي مسمى في الجمعيه. قلت له هل انت تفرق بين الجماعه والجمعيه؟ تبهوا، فرق بين الجماعه والجمعيه. قال لي في فرق بين الجماعه والجمعيه. قلت اذا تنزل على كلامك، الرجل فعلا لم يعد في الجمعيه لكن ما زال في الجماعه. قال نعم صحيح، لكن تاثيره ضايع يعني. ها وهذا راس فيهم، واحد من الاخوه من الاخوه يعني الدعاه الجيدين طالب العلم، شفت انا قاعد اناقشه ناصح فيه. الرجل راس، بل هو يعني كما قال هو نفسه الاخ، قال هو شيخ الجماعه. والله شيخ الجماعه ها خلصت، هو شيخ الجماعه ويؤثر بالذات على طارق العيسى وخالد سلطان. ايش بقى؟ هذا عضو بس امه وهذا رئيس جمعيه حياته، ويؤثر عليهم كل سنه معاهم في الحج في حمله العساكر. الرجل الان ما عاد كما هو يقول عن نفسه وعن، ما عاد اقليمي، لا عالمي. وهناك في دعاة او علماء الاقليم، وفي علماء العالم الاسلامي. والرجل الان عالمي، ما يقدر يحطه في اللجنه العلميه في حياه التراث، هذا ما تمشي وياه، هو شيء اكبر من هذا. ولذلك الان في موقفه في موضوع رئاسه مصر، شفتوا شلون تدخل وشلون كذا، وراح وسافر، كلكم تعلمون سافر وصوروه واستمع معاهم واعترف بالجريده اني انا ناشدتهم بالله ان يكون حزب من صدق قاعد شغال مصر وشغال بالكويت. شو الكلام هذا؟ هذا اللي الشيخ الالباني اللي قال، عشان غيبه ترى الشيخ الالباني اختار، قال عبد الرحمن الخالق انحرف بالاخوه السلفيين الى طريق قوام مسلم، مو سالفه الالباني اللي قالها.